طيب، السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، يعني تكون المادة بدأت تتلم كده ان شاء الله. في الفيديو ده انا هبدأ ان انا احل الميد ترم كده بسرعة، يعني هبتدي اتناول الافكار كلها وابتدي كده ان انا ايه ابدأ يعني اقول ازاي بنفكر في المسائل، ماشي؟ لان هو في الغالب الفاينل هيجي بنفس الفورمات دي، ماشي؟ فعايزين نبتدي نشوف كده يعني اكزامبل احنا بنحل ازاي، ماشي؟ وموضوع مش صعب، يعني انا عايز اقول لكم ان اصلا الطريقه دي في الامتحان، يعني اللي هي بتاعت الام سي كيو، هي سلاح ذو حدين، يعني ممكن لو انت بصيت لها من جانب كويس ان انت بيبقى عندك الانسرز موجوده، انت عندك الانسر الصح موجوده، ماشي؟ الانسر الصح موجوده عندك في الانسرز، فانت بالتالي لو انت حليت غلط فانت هتقول والله لا ده انا عندي مشكله. بتسهل عليك، بتوفر مجهود الكتابه. على النقيض الاخر، هي الاجابه يا صح يا غلط، غير مثلا الفاينلز العاديه اللي كانت بتبقى عندك مسائل بخطوات. لا، انت لو غلطت في الفاينل انسر مش مشكله، بس هي في نفس الوقت يعني ما بيبقاش انت بتبقاش عارف الاجابه صح ولا لا، ما عندكش اي مؤشر، ماشي؟ فاحنا يعني خلونا نقول ان يعني وسيله كل وسيله امتحان ليها طريقه وليها المميزات بتاعتها. المهم تعالوا كده بس نبدا نتكلم في الايه، في الاسئله بتاعت الميد. طبعا الميد تيرم ده انا جايب نموذج من الاربعه، هو يعني في الاخر يعني كل النماذج هي نفس الاسئله بس بترتيب مختلف، يعني فانا تقريبا مختار دلوقتي نموذج ايه. فالمهم تعالوا نبص كده، بيقول لك دلوقتي عندك اول واحده بيقول لك the amplitude of the spectrum of a real time domain signal is، وعندك الاختيارات دي. طيب، فوالله احنا دلوقتي عارفين لو احنا فاكرين يعني ان الـ ان 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 السبيكترم بتاع real time domain signal، ماشي، هو بيبقى حاجه بالشكل ده، ماشي؟ لو احنا جينا نرسمه كامبليتيود، ماشي، والكلام ده حوالين الزيرو فريكونسي، ف بالشكل ده احنا عارفين ان هو كده كده ايفن فانكشن للامبليتيود، ماشي؟ طيب، فهو دلوقتي بيتكلم عن الامبليتيود اوف ريل تايم دومين سيجنال، فبما انه بيتكلم عن الامبليتيود يبقى احنا بنتكلم ان هو ايفن فانكشن، ماشي؟ فالاجابه هي ايه؟ طيب، اود فانكشن بقى امتى؟ لو انت بتتكلم على الفيز، ماشي؟ الفيز بتاعه الريل تايم دومين سيجنال، ماشي، بتبقى اود حوالين الزيرو فريكونسي، ماشي؟ فهو بس هنا جت فكره يعني هو التركايه هنا ان ممكن واحد يتسرع ويقول اود فانكشن، ماشي، بس لا هو بيتكلم هنا على الامبليتيود، الامبليتيود ايفن فانكشن، ماشي؟ طيب تعالوا نخش في الثانيه، ماشي؟ تعالوا نخش في الثانيه. طيب ثواني. بيقول لك هنا عندك FDM transmitter. FDM ده اللي هو frequency division multiplexing، اللي هو انك بتاخد كذا channel او بتاخد كذا signal، ماشي، ترفعهم على carriers مختلفة وبعد كده ايه تنبعت السيجنال دي كلها كده مرة واحدة، فبما ان كل واحدة بتبقى على carrier فبتعرف تفصلهم في الريسيفر. طيب، فهو بيقول لك ان انت الترانسميتر، ماشي، هو ايه، هو ده، ماشي، وعندك الثلاثة signals دول عايز تبعتهم. طيب، فبيقول لك بقى بعد كده السؤال بقى بيقول لك السبيكتروم ات بوينت ايه هيبقى ايه، اللي هو بوينت ايه دي اللي هي دي، يعني من الاخر كده بعد ما تضرب وتجمع. فالموضوع طبعا سهل، عندك اول سيجنال ما اتضربتش في حاجه فهتبقى زي ما هي، عندك تاني سيجنال اتضربت في كارير عند كام، عند 1 كيلو اللي هو 10 اللي هو 1000 هرتز يعني، تاني واحد عند 2 كيلو اللي هو ايه اللي هو 2000 هرتز، ماشي؟ فانت متوقع تلاقي سيجنال عند الزيرو، سيجنال عند الواحد كيلو، سيجنال عند ايه؟ عند الاثنين كيلو لما تجمعهم على بعض. طيب فتعالوا نبص، انت عارف ان السيجنال دي هي اللي عند الزيرو، والسيجنال دي هي اللي عند الواحد كيلو، والسيجنال دي هي اللي عند الاثنين كيلو، خلاص والله يبقى عندك هو خلاص، يبقى انت مبدئيا دول مشطوبين، ماشي؟ لان هو دي مش جايب لك المثلث اللي عند الزيرو. طب هو جايب لك الانصاص دي ليه؟ لان انت دلوقتي انت بالنسبه يعني للحاجه اللي عند زيرو فريكونسي انت جايب
انت جايب البوست فريكونسيز بس ماشي، فالمفروض ان دي بتبقى مكمله كده بس عند النيجاتيف فريكونسي، ده بالنسبه للحاجه اللي عند زيرو. بالنسبه للحاجات الثانيه كده كده هتبقى زي ما هي ماشي. طيب فانا دلوقتي عندي يا اما دي يا اما دي، لان دول هم اللي دي عند زيرو ماشي. طيب انهي واحده بقى في دول؟ والله انا عندي دي هي اللي عند الواحد كيلو ودي اللي عند الاثنين كيلو، خلاص دي هي اللي صح ماشي. بس طيب حلو جدا، تعالوا نخش في السؤال الثالث. طيب بيقول لك بالنسبة نفس البروبلم دي ماشي، نفس البروبلم دي السبيكترم ات بوينت بي هيبقى عامل ازاي؟ والله السبيكترم ات بوينت بي ده هو جاب لك ان انت هتملتبلاي بايه؟ ب 10 بار 5 هرتز. ف10 بار 5 هرتز دي معناها ايه؟ معناها ان انت هتشفت 10 بار 5 هرتز لمين و10 بار 5 هرتز شمال ماشي؟ طيب فالحاجه اللي عند زيرو هتروح عند 10 بار 5 وعند نيجاتيف 10 بار 5 ماشي؟ الحاجه بقى اللي عند الحاجات الثانيه هتروح برضو ايه؟ عند لمين وشمال. طيب فلو جينا نتامل كده الانسرز اللي موجوده ماشي، مبدئيا انا عارف ان الحاجه اللي هتبقى عند 10 بار 5 هي اللي كانت عند الزيرو، فدول كده مشطوبين ماشي، لان دي دول ما فيهمش الحاجه اللي كانت عند الزيرو ماشي. فانت دايما في الانسرز تستبعد الاجابات الاول، خلاص انا عارف ان بي وسي دول ما ينفعوش. طيب دلوقتي بقى احنا بنفاضل ما بين ايه ودي ماشي. طيب انهي بقى واحده؟ فقال لك والله انا دلوقتي عند ال 10 باور 5 انا عارف، هو هنا ما جابش سيره خالص ان انت سنجل سايد باند ماشي، فمبدئيا انا عارف ان ال 10 باور 5 هيبقى عندها سيجنال كده، لان انت كان عندك حاجه لسه عند النيجاتيف والسيجنال هتطلع كلها عند 10 باور 5 بالبوزيتيف والنيجاتيف بتاعها، فهي يعني شكلها كده ايه ماشي. بس انا عايز اميك شور اكتر ماشي، عايز اميك شور اكتر. هي دي عباره عن ايه؟ عبارة عن انه طلع الجزء اللي هو ده بس ماشي، وما طلعش ده، فمبدئيا غلط ماشي، لان هو ما قالش سنجل سايد باند ماشي. وكمان حاجة ان انا عارف ان انا المفروض كان يبقى عندي السيجنال دي وعندي واحدة كمان هنا ماشي، لان انا كان هيبقى عندي الحاجة اللي هي عند 10 باور 3 ماشي، الحاجة اللي عند 10 باور 3 وعند يعني هتبقى 10 باور 5 زائد 10 باور 3 و10 باور 5 ناقص 10 باور 3، فأنا هنا ما عنديش ال 10 باور 5 ناقص 10 باور 3، ونفس الكلام هنا المفروض يبقى 10 باور 5 زائد 2 في 10 باور 3، وهنا نفس الكلام 10 باور 5 ناقص 2 في 10 باور 3 تمام. فهي ايه هي الصح؟ بالنسبة للسؤال رقم 4 بيقول لك نفس المسألة، Does the spectrum at point B contain redundant information? If yes, which circuit you suggest to in order to remove the redundant part? طيب والله redundant دي كتير منكم سألوا عنها في الميد تيرم مش عارفين يعني ايه الكلمة دي. دي كلمة مشهورة جدا في الكوميونيكيشن، معناها معلومة إضافية ملهاش لازمة ماشي، يعني redundant دي معناها ملهاش لازمة. فوالله احنا عارفين بما اننا ما عملناش سنجل سايد باند، فاحنا بنترانسميت اللور سايد باند والابر سايد باند، ودي في حد ذاتها حاجه ملهاش لازمه، لان انا عارف ان الابر سايد باند واللور سايد باند هما زي بعض ماشي. فالاجابه هي في ريدندنت انفورميشن ماشي، فمبدئيا دول هي واحده من دول ماشي. ممكن تكون اذر لو الجزء الثاني في الجملتين غلط ماشي، بس هي مبدئيا خلاص هي مش نو ريدندنت انفورميشن، فهي واحدة من دول. طيب أنا دلوقتي إحنا عارفين إن إحنا في يعني لو إحنا عايزين نشيل redundant information بنعمل إيه؟ بنعمل single side band. طب عشان نعمل single side band كنا بنعمل إيه؟ كنا بنحط فلتر، والفلتر ده بيشيل لي side band من الاتنين. طب الفلتر ده كان نوعه إيه؟ كان نوعه band بس فلتر، فخلاص يبقى هي بي. أنا عندي كل البي دي بتحقق لك كل الشروط. طب سي ده
بيقول لك اديشنال مالتي بلاير، ايه علاقه المالتي بلاير بالموضوع؟ انا ما اعرفش، مفيش مالتي بلاير، يبقى هي دي. طيب تعالوا سؤال رقم 5، بيقول لك فور ايرلي دايز اوف راديو ذا اي ام سيجنال بالشكل ده ماشي كان بي ديتكتد يوزنج ذا سيركت شون ماشي، والسيركت شون دي هي ايه؟ ان هو حاجه بتعمل سكويرنج، بعد كده تعمل لو باس فلتر، بعد كده دي سي بلوك ماشي. وبيقول لك الماكسيمم فاليو اوف ام اوف تي از 1 فولت، ذن ذا ماكسيمم ريشيو اوف ديستورشن تيرم تو ذا مسج تيرم از نوت. طيب واحده واحده كده، وهنا بيقول لك ان انت باعت سيجنال مبدئيا موديوليت ماشي، فالاوتبوت انت متوقع ان هو يبقى سيجنال دي موديوليتد ماشي، سيجنال فيها الكومبوننت اللي اسمها ام اوف تي بس ماشي. تعالوا كده نفتح القلم، انت عارف ان الاوتبوت هنا او انت متوقع ان الاوتبوت هنا ماشي هو ام اوف تي، ممكن يكون مضروبه في حاجه يعني هنا كده، ممكن تكون مضروبه في حاجه، بس دي الحاجه اللي انا عايزها، لان انا مدخل هنا موديوليتد سيجنال وعايز هنا اوتبوت عباره عن ام اوف تي، مضروب في حاجه بقى او لا مش هتفرق، المهم ان هو يبقى ام اوف تي بس. طيب في اي حاجه ثانيه غير الام اوف تي ماشي تعتبر ديستورشن ماشي، بس تعتبر ديستورشن امتى؟ لو هي عند نفس الفريكونسي رينج بتاع الام اوف تي. بمعنى ايه؟ الام اوف تي دي هي سيجنال حوالين الزيرو ولتكن بالشكل ده، لو انا لقيت كومبوننتس ثانيه ماشي بس عند نفس الفريكونسي دي ماشي تعتبر ديستورشن على طول كده. طب لو لقيت حاجه ثانيه بس عند فريكونسي ثانيه، لا دي مش ديستورشن، دي بتتشال بلو باس فلتر. ديستورشن دي معناها حاجه اتضافت على السيجنال وما اقدرش اشيلها ماشي، خدوا بالكم من الحته دي تمام. وبرده لو انا عندي السيجنال ملتبلايد بحاجه والحاجه دي مش كونستنت، فده يعتبر ديستورشن ماشي، بس دي مش الكيس في الحاله بتاعتنا. طيب فهو هنا هيعدي على سكويرر، بعد كده لو باس فلتر، بعد كده دي سي بلوك ماشي. طيب فاحنا محتاجين نمشي بقى ورا الخطوات دي ونعرف اللي هيطلع اصلا هيبقى شكله عامل ازاي. فالسكويرر ماشي هيخلي لك السيجنال دي 1 زائد 0.02 ام اوف تي سكوير في كوزاين سكوير اوميجا سي تي. طيب الكلام ده لو اتفك هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل بالشكل ده، 1 بلس 2 في 0.02 ام اوف تي زائد 0.02 سكويرد ام سكويرد اوف تي. طيب والكوزاين لو اتفكت تبقى هاف زائد هاف كوزاين 2 اوميجا سي تي. طيب فالنص هيتضرب في دول كلهم، والايه والنص كوزاين 2 اوميجا هيتضرب في دول كلهم. لما تعدي على اللوباس فلتر هيشيل لك الحاجات اللي مضروبه في كوزاين 2 اوميجا سي تي، لان انا دلوقتي لو باس فلتر ودي هاي فريكونسي، فمبدئيا اعتبر اكن دي مش موجوده. طيب فدلوقتي هيطلع لك نص زائد 0.02 ام اوف تي زائد 0.02 سكويرد في نص في ام سكويرد اوف تي. طيب دي سي، هو قال لك ان في دي سي بلوكينج، يبقى دي هتتشال. طيب انا دلوقتي كنت عايز دي ماشي، كنت عايز دي. طب بس تلاقي لي دي معاها دي بقى ماشي، دي كده هي الديستورشن بتاعتي، لان ام سكويرد اوف تي دي هتبقى حاجه في نفس الرينج في نفس الفريكونسي. طيب هو دلوقتي كان عايز ايه بقى؟ بيقول لك ذا ماكسيمم ريشيو اوف ديستورشن تيرم تو ذا مسج تيرم ماشي. طيب فتعالوا الاول نعمل الديستورشن تيرم تو مسج تيرم، يبقى الديستورشن على المسج هو عباره عن ايه؟ عباره عن 0.02 سكوير هاف ام سكويرد اوف تي على 0.02 ام اوف تي. طيب فهو في الاخر هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 0.02 هاف في ام اوف تي على 0.02 هنا سكويرد، معلش. طيب وده كده يعني دي كده هتتشتم مع السكويرد، ويبقى لك 0.02 في ايه؟ في نص في ام اوف تي. فمعنى كده ان الريشيو دي هي في الاخر بتعتمد على الام اوف تي. هو طالب منك الماكسيمم فاليو ماشي، ومديك الماكسيمم فاليو بتاعت الام اوف تي بكام. خد بالك ان انت ام اوف تي هنا ظهرت لك في النيوميريتور،
فيبقى الماكسيمم ريشيو دي تتحقق عند الماكسيمم فاليو للام اوف تي. خلاص هو قال لك الماكسيمم فاليو بواحد، يبقى شيل دي حطها بواحد، يبقى الريشيو عباره عن 0.02 في نص، اللي هي 0.01 اللي هي 1%. يبقى الانسر ايه؟ دي. حلو كده؟ تمام. تعالوا نخش في ست، في ست المسألة التي كهرت الملايين. مسألة السميشن في الحقيقة دي أصعب مسألة في الامتحان من وجهة نظري يعني، ماشي؟ بس تعالوا كده يعني نقول إحنا بنفكر في حاجة زي كده إزاي. أنا عن نفسي أنا يعني أنا خدت الامتحان ده حليته من غير ما أعرف الأنسرز بتاعته، هقول لكم أنا فكرت فيها إزاي، ماشي؟ طيب فأول حاجة تعالوا بس إيه، تعالوا نشوف كده. هو في الاول الاسئله كانت سهله وبعد كده بدات تصعب يعني. بيقول لك given the modulated signal دي، ماشي، the power of signal is نقط. طيب مبدئيا الباور اوف سيجنال عباره عن سيجنال كوزاين، ماشي، فدي ما لهاش اي علاقه باللي جوه، هي في الاخر 5 سكويرد على 2، فدي ما فيهاش مشكله. باور 12 ونص اللي هي 25 على 2، ماشي. طيب بعد كده بيقول لك the same previous problem signal is considered واحد انهي واحده من دول. انت دلوقتي من الاخر الفيصل بالنسبه لك هو المسج ظهرت فين، ظهرت في الامبليتيود ولا ظهرت جوه؟ طب لو ظهرت جوه يبقى عندي حاجه من اتنين، اما هي بي ام او اف ام. طيب هل ظهر لك هنا دلوقتي هي ظهرت جوه، ماشي، فهي يا بي ام يا اف ام، فهي لا اي ام ولا دي ولا دي، فما قدامكش غير الاف ام. طيب تعالوا كده نخش في ايه، في سي. غالبا سي دي هي الصعبه بقى. تمام تعالوا نخش في سي، ماشي. حتى انا كاتب هنا نوت ستريت فورورد دي. طيب بيقول لك هنا for the same problem the frequency division is given by A، ومديك الهنت ده. طيب فدلوقتي انا اتصدمت، انا عن نفسي لما جيت اشوف السؤال كده اتصدمت. مش تعالوا بس نطلع فوق شويه علشان المساله تبقى موجوده. ماشي. طيب انا لما شفت السؤال ده اتصدمت، انا مش فاهم تمام ليه بقى، ليه كانت ايه مشكلتي، كانت ايه مشكلتي؟ انا اول حاجه كده انا مش شايف السميشن ده في المساله، ماشي. ليه انا مش شايف السميشن ده في المساله؟ ليه انا شايف دلوقتي سميشن حاجه، ماشي، على ان، ماشي، مضروبه في حاجه جواها كوزاين جواها ان، تمام. فده بعيد تمام البعد عن السميشن الموجود. فانا دلوقتي حاسس ان في مشكله، تمام. فاول حاجه فكرت فيها ان انا مش هستعمل السميشن ده بشكل دايري، انا محتاج من السميشن ده اوصل لده بشكل ما بقى انا ما اعرفوش، انا لسه مش فاهم المساله، انا اتخضيت، ماشي. طيب فهو دلوقتي عايز ايه؟ هو دلوقتي عايز الفريكونسي ديفيجن. ايه فريكونسي ديفيجن؟ الفريكونسي ديفيجن هو ايه؟ لما احنا كنا بيبقى عندنا كوزاين 2 باي اف سي تي، ماشي، زائد ماشي زائد ايه كنا عايزين بقى ساعتها، بنحط الاف سي دي معاها ثواني كده. تمام كنا عايزين بقى ساعتها نعرف، والله انا دلوقتي يعني الحاجه اللي جوه دي هي في الاخر انا عندي مسج، عندي مسج اسمها كي اف في ام اوف تي، لا كي بي بقى في ام اوف تي، ماشي. طيب حلو جدا. انا دلوقتي انا خدوا بالكم من حاجه، هو هنا كنت بقول انها اف ام، بس فرضا ان انا ما اعرفش حتى هي اف ام ولا بي ام. انا عندي دلوقتي حاجه جوه، عندي حاجه جوه، ماشي، ما تسميهاش حاجه، سميها ايه اوف تي، هتسميها ايه اوف تي، ام اوف تي، اي حاجه سميها اي حاجه، ماشي. انا عارف ان انا عشان اجيب
الدلتا اف دي حاجه احنا عارفينها، محتاج الاول افاضي الفيز اللي جوه دي كلها بالنسبه للتايم. طيب فانت عشان تفاضي الفيز اللي جوه بالنسبه للتايم هتطلع لك ايه، وتقسم على 2 باي، ماشي، هتفاضل وتقسم على 2 باي، هتطلع لك اف سي. محتاج، سوري معلش، انت محتاج تعرف الاف اوف سي كلها، وبعد كده الجزء اللي زايد على الاف سي هو ده هيبقى الدلتا اف، ماشي، فهتبقى زائد التفاضل بتاع اللي جوه. طب التفاضل بتاع اللي جوه ده بكام بقى؟ هيبقى السميشن بتاع ان ايكوال 1 انفينيتي 0.5 اوفر ان في نيجاتيف ساين، خلينا نحط النيجاتيف بره دي، ساين 2 باي ان 10 باور 3 تي، ماشي، ومحتاج تضرب بره في تفاضل الايه اللي جوه ده اللي هو عباره عن ان في 2 باي في 10 باور 3. طيب ما تنساش بقى كمان ان انت هنا ايه هتقسم على 2 باي عشان تعرف الدلتا اف، او عشان تعرف الايه الاف اوف تي. فمبدئيا كانت عندك 2 باي هنا ضاعت مع 2 باي هنا، وعندك ان ضاعت معاك، فانت اول حاجه خلصت منها هي الان، خلصت من الان دي، تمام. خدوا بالكم ان هنا 0.5 باور ان، معلش انا هنا بس مش واضحه. طيب فانا دلوقتي انا عندي السميشن الدلتا اف ده عباره عن السميشن بتاع ان ايكوال 1 لانفينيتي 0.5 باور ان في 10 باور 3 في ساين 2 باي ان 10 باور 3 تي. طيب حلو جدا. طب انا ستيل لسه عندي ساين جواها الان، اخلص منها ازاي بقى؟ والله انا عايز اجيب الماكسيمم فريكونسي ديفيجن، خلاص يبقى الماكسيمم فريكونسي ديفيجن لما دي تبقى ب 1. فانا دلوقتي خلاص بقى عندي السميشن ده عباره عن 10 باور 3 سميشن ان ايكوال 1 لانفينيتي 0.5 باور. اقدر افك السميشن؟ اقدر افك السميشن، يبقى الكلام ده 10 باور 3 في 0.5 على 1 ناقص 0.5 اللي هي ايه؟ اللي هي دي كده هتبقى بواحد لانها 0.5 على 0.5 تطلع 1 كيلو. فانت المساله مش ستريت فورورد، انا حتى كاتب نوت ستريت فورورد يعني عشان افكر نفسي، ماشي. انت اول حاجه هتتصدم فيها ان السميشن اللي عندك مش نفس السميشن اللي هنا، فاذا في مشكله، ماشي. ف بالواين كده لو انا عايز اشيل الان اللي تحت غالبا هتلاقي نفسك ان هنا، فانا محتاج افاضل، فانا محتاج افاضل، يبقى ده انا عشان هفاضل عشان الدلتا اف عشان انا عندي دي فيز، ماشي، حاجات كده يعني. هو زي ما بقول لكم انت يعني بتفكر فيها كده بالاستبعاد، الموضوع ما بيجيش في خطوه واحده، ماشي. في المساله اللي بعدها نفس الكلام، بيقول لك انا عندي، ماشي، الكي اف بكذا والباور اوف بيس باند سيجنال از جيفن باي ايه بقى؟ يعني دلوقتي عايز اعرف الباور، ماشي، اوف ام اوف تي بكام؟ اذا انا محتاج استنتج الام اوف تي بكام؟ ماشي. طيب انت عارف ان الدلتا اف عباره عن ايه؟ عباره عن كي اف في ام اوف تي. اذا ام اوف تي هي ايه؟ هي دلتا اف على كي اف. طب وانت عارف دلتا اف؟ انت عارف دلتا اف، ماشي. دلتا اف هي عباره عن ايه؟ عباره عن 10 باور 3 في 0.5 باور ان في ساين مش عارف ايه، كل الكلام ده تحت السميشن، ماشي. يبقى ايه؟ يبقى ال 10 باور 3 اللي هي بتاعت الكي اف هتروح مع 10 باور 3 دي تديك سميشن 0.5 باور ان في الساين، ماشي. دي كده الام اوف تي. طيب يبقى الباور بقى بتاعت السيجنال بكام؟ مديك نفس الهنت، ماشي. طيب وبما انه مديك نفس الهنت يبقى انت متوقع انك هتستعمل نفس الطريقة. طيب نفكر فيها ازاي بقى؟ انا دلوقتي تايه بس، ماشي، ومش عارف افكر فيها ازاي، ماشي. فانت محتاج
تسترجع كده يعني وتهدى، ماشي؟ فانت دلوقتي عشان بقى تعرف الكلام ده، انت عشان يعني تعالوا كده نمشيها واحدة واحدة. انت عشان تحسب الباور بتاعت سيجنال زي دي هتعمل ايه؟ الباور بتاعت السيجنال هي السكويرنج بتاع ده مثلا، ماشي؟ تبقى السكويرنج بتاع ده. طيب بس في نفس الوقت انت عندك هنا مجموع ساينز، ماشي؟ فمجموع ساينز دي، ماشي، مجموع ساينز دي لو انت عايز تعرف الباور بتاع مجموع ساينز، ماشي، ف عشان تعرفها بتعمل ايه؟ يعني بصوا، تعالوا كده نرسمها على جنب. لو انت دلوقتي عندك ساين، ماشي، ساين 2 باي اف تي زائد ساين 2 باي في 2 اف تي، ماشي، وهكذا. لو انت عايز تجيب الباور بتاع دول كلهم بتعمل ايه؟ بتريبليس كل واحده بنص، ماشي، تقول دي نص زائد نص، ماشي، او اللي هو يعني الاي سكويرد على 2، ماشي، بس هنا الاي بواحد، فنقول مثلا ايه 1 وايه 2 وهكذا، ماشي، يبقى ايه 2 سكويرد على 2 زائد ايه 1 سكويرد على 2 وهكذا، ماشي. طب انت عندك هنا اصلا سميشن ايه مضروب في ساين، يبقى ساعتها علشان تجيب الباور هتعمل ايه؟ هتقوم قايل والله الباور تبقى عباره عن ايه؟ سميشن الاي سكويرد على 2، ماشي، من ان ايكوال 0 لانفينيتي، او من ان ايكوال 1 لانفينيتي، والاي نفسها ايه؟ فانكشن اصلا في الان، يبقى ساعتها سميشن من ان ايكوال 0 لانفينيتي 0.5 باور 2 ان على 2، ماشي. اذن عباره عن نص سميشن ان ايكوال 0 لانفينيتي 0.5 باور 2 باور ان. يبقى انا عندي السميشن ده لسه موجود، بس اختلف، بدل ما الاكس كانت 0.5 بقت 0.5 باور 2، ماشي. فساعتها يبقى الباور عباره عن ايه؟ نص في 0.5 باور 2 على 1 ناقص 0.5 باور 2، ماشي، اللي هي بتطلع بي 1 على 6. بص، هي مش ستريت فورورد، ماشي، انا عن نفسي تهت فيها دلوقتي، بس انا بقول لك انت بتفكر ازاي، ماشي، تحاول تفك الحاجه للسميشن اللي انت عارفه. طيب مساله 10، مساله ايه 10، لسه كل ده مرتبطه بنفس الحاجه. ماشي، بيقول لك for the same problem the bandwidth W of the baseband signal M of T، ماشي، is A. وهنا بيقول لك انت دلوقتي عندك المسج دي عباره عن summation of cosines، ماشي، او summation of sines، فانت محتاج تعرف الباندويث هتحسبه ازاي. ما انت كده نظريا عندك infinite number of sinusoids، فمعنى كده ان انت عندك الباندويث infinity نظريا، بس هو قال لك لا، قال لك انت الكومبوننتس نفسها بتقل مع الايه، مع الان، فتبتدي تكونسيدر حاجات معينه، بس محتاج تكونسيدر 90% من الباور، ماشي، وهو ده تعتبره اللي فيه الباندويث بتاعك، ماشي. طيب فعشان تعرف بقى حاجه زي كده هتعمل ايه؟ مبدئيا انت عندك التوتال باور، ثواني، لازم تفكر الاول التوتال باور بكام، ماشي، التوتال باور احنا قلنا بكام؟ بواحد على ستة، ماشي. طيب محتاج بقى تشوف كام كومبوننت تديك باور، ماشي، اللي هو يعني 90% او لسه معديه، يعني مش مهم لو عداه، بس ما يبقاش اقل منه، ماشي. طيب فانت دلوقتي عندك المسج عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن 0.5 باور ان كوزين 2 باي، او هنا على ان 2 باي ان
في 10 باور 3 دي. طيب محتاج بقى تشوف والله انا الباور بتاعت الفيرست هارمونيك بكام، الباور بتاعت السكند هارمونيك بكام، الباور بتاعت الثيرد هارمونيك بكام. خدوا بالكم من حاجه، الام اوف تي مش كده، الام اوف تي معلش ما كانش فيه هنا ان ماشي، كان دي ساين زي ما حسبناها في المسج اللي فاتت في المساله اللي فاتت. طيب فانت محتاج تشوف بقى والله اول كومبوننت عندي ماشي اللي هي من ان ايكوال 1. خدوا بالكم هو في السميشن كان بيقول لك من ان ايكوال 1 ده مش من ان ايكوال 0. فلو انا عملتها 0 في اي مساله في اي سؤال من اللي فات معلش اهملوها يعني. المهم فانت عندك اول كومبوننت هتبقى 0.5 ماشي على 2 ماشي سكويرد على 2. تاني كومبوننت هتبقى كام؟ 0.5 ماشي باور 2 الكل باور 2 على 2 ماشي. وبعد كده نفس الكلام. فهو الفكره كلها بقى انك هتلاقي ان دول لوحدهم كده اصلا ادوك فوق ال 90% من الباور اللي هم ايه؟ لما عوضت ال n بواحد وال n باتنين. ماشي؟ فبالتالي هتلاقي بقى الباندويتس بتاعك ماشي طلع سي. ليه سي بقى؟ لان انا لقيت ان اول تو هارمونيك فيهم 93% من الباور اللي هو الرقمين اللي انا حسبتهم دول، فالانسر بقت سي ماشي. طب ليه اشمعنى 2 كيلو؟ لان 2 كيلو هي ايه؟ الكومبوننت الاولى هتبقى عندي 1 كيلو ماشي، لان ان ايكوال 1 ماشي، فساعتها هتبقى 2 باي في 10 باور 3 في تي. وتاني كومبوننت 2 باي في 2 في 10 باور 3 باور تي في تي، فساعتها يبقى الكومبوننت الثانيه هي اللي هتحدد لي الماكسيمم باندوس بتاعي اللي هو 2 كيلو. طيب مساله 11 بيقول لك بقى الباندويتس بتاع الموديوليتد سيجنال هيبقى ايه؟ دي سهله بقى بكيرسونز رول انا عارف على طول ان الباندويتس اللي هي الدبليو بتاعت المسج عباره عن كام؟ 2 كيلو تمام؟ وعارف ان الدلتا اف محسوبه بكام؟ محسوبه بكام من هنا؟ كانت محسوبه ب 1 كيلو ماشي؟ وانا عارف ان كيرسونز رول بتقول لي ان الباندويتس عباره عن 2 ماشي في الدبليو زائد دلتا اف ماشي؟ فساعتها هنلاقي ان الكلام ده هي ايه؟ هو بي، علشان الباندوز 2 كيلو والديفيجن 1 كيلو ماشي، يبقى 3 في 2 ب 6. طيب حلو جدا، تعالوا بقى في مساله 12 رجعنا للحاجات السهله تاني. بيقول لك كونسيدر ذا فولوينج مسج ماشي ولا ذا فولوينج سيركت، ذا انبوت تو ذا سيركت از دي اس بي سبريسد كارير. بيقول لك بقى فور ذا سكوير لود ديتكتور ذا ترانسفير فانكشن دي ماشي. بيقول لك بقى يبقى الاوتبوت عباره عن ايه؟ طيب حاجه زي كده بقى نعملها ازاي؟ تمشيها تقوم واخد المسج دي معاه بيها هنا على طول. فانت لو دخلت بالمسج دي عوضت بيها هنا هتبقى ام اوف تي كوزاين اوميجا سي تي زائد 0.5 في ام سكويرد اوف تي في كوزاين سكويرد اوميجا سي تي ماشي؟ طيب فساعتها هتبقى بما اننا هنعدي على اللو باس فلتر، فاللو باس فلتر ده هيقوم شايل الحته دي لانها ايه؟ هتبقى عند اوميجا سي. طيب وهيشيل اي حاجه عند 2 اوميجا سي اللي هي نتيجه الكوزاين سكوير. هيبقى لنا بس الحاجه اللي عند الاي دي سي ماشي؟ اللي هي هتبقى 0.5 في 0.5 في ام سكوير اوف تي ماشي؟ طيب بس انا لسه عندي سكوير روت، فالسكوير روت ده هيعمل ايه؟ هيقوم عامل بقى سكوير روت للايه؟ البوينت 5 في بوينت 5 في ام سكويرد اوف تي، فهتديك بوينت 5 ام اوف تي. طيب بعد كده بيقول لك ايه الكونديشن اللي انا محتاجه علشان الانفلوب ديتكتور يشتغل؟ تالي دي سهلة، دي أصلا كانت موجودة في المحاضرة مش محتاجة يعني. طيب دي بقى اللي ممكن تكون جديدة شوية ومعرفش الدكتور قالها لكم في المحاضرة ولا لا، بس غالبا قالها لكم يعني، اللي هو لو الكونديشن ده ما اتحققش ماشي إيه اللي هيحصل؟ فساعتها بيطلع لنا المنظر ده. ليه بقى بيطلع لنا المنظر ده؟ معرفش أنا الدكتور قالها لكم ولا لا، بس أقولها لكم أنا برضو يعني عايز تخيل شوية.
مش ان انت دلوقتي المديريه السيجنال بتبقى عندك بالشكل ده، ماشي؟ طيب فبيبقى عندك الانفلوب من فوق بالشكل ده ومن تحت بالشكل ده، ماشي؟ طيب الانفلوب فوق ده الكوين بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن واحد زائد كي اوف اي كي اي في ام اوف تي، ماشي؟ طيب القيم بتاعت اللي تحت عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف واحد ناقص كي اي في ام اوف تي، ماشي؟ طيب الفكره بقى لو انا الكونديشن ده ما اتحققش هيبدا الانفلوب بتاع اللي فوق ده يطلع فوق، ماشي؟ هيبدا ان هو ايه؟ يطلع فوق، والانفلوب بتاع تحت يجي من تحت. فلو انا بقى جيت اخد التوتال انفلوب اللي انا شايفه، انا ما ينفعش اخد غير واحد بس من الاثنين، فهلاقيه بقى ايه؟ بقى يعني لو ده بوزيتيف يطلع ولو ده بوزيتيف يطلع، ماشي؟ يعني لو ده طلع لفوق هو اللي هيطلع، لو ده هو اللي طلع فوق هو اللي يطلع. علشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان هي دي الانسر. طيب بيس باند مسج، ماشي، ليها باندويتس دبليو، يبقى الاي ام موديل سيجنال هتبقى ايه؟ 2 دبليو، لانها مش سنجل سايد باند، مش سنجل سايد باند. البيس باند سيجنال ام اوف تي بده، يبقى الاف ام موديوليتد سيجنال اللي ليها موديوليشن اندكس بده ليها باندويتس كام؟ بكيرسونز رول تبقى 1 زائد بيتا في اف ام، ماشي؟ يبقى 1 زائد بوينت 1 في 2، قصدي يبقى 2.02 اف ام. دي مش محتاجه يعني، ماشي؟ طيب هل الكلام ده موجود؟ مش موجود، يبقى الاجابه اخر. بس بعد كده بيقول لك هنا بي ام موديوليتور كان بي ايه؟ طيب انت دلوقتي عندك اختيارات ومش عارف تفاضل بينهم، ماشي؟ طيب بس كل الاختيارات دي فيها حاجه كومن، ان فيها انفلوب ديتكتور، فانت محتاج تديتكت مسج بي ام بانفلوب ديتكتور. طب هو الانفلوب ديتكتور ده اصلا بيديتكت ايه؟ بيديتكت الامبليتيود اصلا، مش بيديتكت فيز. طيب فاذا التفكير المنطقي يقول لك ايه؟ ان انت محتاج المسج بتاعتك اللي كانت جوه الفيز تظهر لي في الامبليتيود. طب ايه الحاجه اللي بتخلي الفيز تطلع في الامبليتيود؟ هي الديفرنشيتور. فمبدئيا كده لازم يبقى عندي ديفرنشيتور في الاول، ماشي؟ طيب فمعنى كده ان دول مشطوبين، ماشي؟ طيب فهيبقى عندي ديفرنشيتور وبعد كده انفلوب ديتكتور. طيب فالاجابه بقى دلوقتي او السؤال دلوقتي، انتجريتور بقى ولا لو باس فلتر؟ في الحقيقه لا، هي انتجريتور. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي المسج اللي كانت جوه ظهرت لي متفضله، ماشي؟ فانا المسج كانت كده كوزاين اوميجا سي تي زائد كي بي في ام اوف تي، لانها بي ام، فضلتها بقت ايه؟ بقت اوميجا سي زائد كي بي في دي ام اوف تي باي دي تي، ماشي؟ في ساين اوميجا سي تي زائد ايه؟ زائد كي بي في ام اوف تي. انا دلوقتي عايز اديتكت ده، ده كونستنت مش فارق معانا، بس دي اللي تهمني. فبعد ما جبت دي محتاج اكملها علشان اجيب المسج بقى، فمحتاج انتجريت. يبقى هي الاجابه ايه؟ طيب فالاجابه هي ايه؟ هي ايه؟ طيب بعد كده بيقول لك consider the following quam transmitter. quam transmitter عادي جدا، بس بيقول لك ان اللوكال اوسيليتور ما كانش سينكرونايزد مع مع الترانسميتر، في فيز شيفت بينهم. طب احنا عارفين يعني ان الفيز شيفت ده بيعمل ايه؟ الفيز شيفت ده بيخلي المسج تطلع لك هنا ام اوف تي كوزاين فاي وام اوف تي ساين فاي، ماشي؟ انا كان نفسي انها تطلع هنا ام اوف تي بس، وهنا تطلع زيرو لو الفاي بزيرو. طيب هو بقى بيقول لك دلوقتي لو انا عايز اريتريف المسج من الكلام ده اعمل ايه؟ ايه البلاك بوكس اللي انا احطه هنا يريتريف الكلام ده؟ هيبقى ايه؟ محتاج بقى اشوف هيبقى واحد من دول ولا ايه؟ قال لك والله دلوقتي، هو دلوقتي لو انا عايز اجيب ام اوف تي من دول هعمل ايه؟ انت ممكن تعمل سكويرنج للاثنين دول وتجمعهم، تبقى ام سكويرد اوف تي في كوزاين سكويرد فاي زائد ساين سكويرد فاي،
فساعتها دي دول كده بواحد، ودي حاجه معروفه. لو انا عندي حاجه ظهرها لي في كوزاين وحاجه ظهرها لي في ساين، لو انا عايز اطير كوزاين والساين بجمع الحاجتين دول سكوير. بس انا دلوقتي طلع لي الام وسكوير اوف تي، يبقى محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل سكوير روت، ماشي؟ يبقى انا محتاج اسكور دول واجمعهم بعد كده اخد سكوير روت. يبقى الاجابه هي ايه؟ لا مش دي، عشان دي اللي فيها سكوير روت في الاخر. طيب كويس جدا، فاضل سؤالين. طيب اخر سؤالين، بيقول لك دلوقتي عندك كوهيرنت ديتكتور، ماشي، is used to detect single side band message. Unfortunately, the oscillator has phase shift ده. Assume that the upper side band is only transmitted. ماشي؟ What is the effect؟ بيقول لك the effect of Y هيبقى ايه بقى؟ طيب انت دلوقتي يعني هو دلوقتي الاختيارات كلها given في frequency domain. ماشي؟ فدلوقتي يبقى احنا نحاول نركز تفكيرنا في الفريكونسي دومين هيبقى شكله عامل ازاي. طيب حلو جدا، انت دلوقتي عندك المسج كانت بالشكل ده، ماشي؟ طيب وهنا الزيرو، وهنا ايه ده الابر سايد باند وده الابر سايد باند. حلو جدا، انا دلوقتي عايز ارجع المسج دي هنا. طيب بس انا هرجعها في كارير، الكارير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الرقم ده. طيب احنا عارفين ان الكوزاين 2 باي اف سي تي هي عباره عن ايه؟ اي باور جي 2 باي اف سي تي زائد اي باور نيجاتيف جي 2 باي اف سي تي على 2، وده اللي بيخليها اصلا تظهر لي امبلس عند الاف سي، سوري عند الاف سي وقيمتها بنص، وامبلس عند نيجاتيف اف سي وقيمتها ايه؟ بنص. حلو. طيب لو انا بقى الكوزاين دي كانت كمان متزود عليها فاي، فساعتها هيبقى هنا في ايه؟ في اي باور جي فاي واي باور نيجاتيف جي فاي. يبقى معنى كده ان اللي هيظهر لي عند الاف سي هيبقى مضروب في اي باور جي فاي، وهنا هيبقى مضروب في اي باور نيجاتيف جي فاي. لوجيك؟ لوجيك. حلو جدا. طيب انا دلوقتي لو انا عايز ريتريف المسج كنت بضرب اللاف ده وعن طريق ده، ماشي، بخلي ده يجي هنا، وعن طريق ده بخلي ده يجي هنا، في الاخر الاثنين يتشقوا في بعض يعملوا لي الحاجه اللي انا عايزها. طيب حلو جدا، يبقى انا دلوقتي محتاج اركز. يبقى انا دلوقتي انا دلوقتي دي كده هتجي لي هنا، ماشي، ودي دلوقتي هتجي لي هنا. خد بالك ان انا عامل ابر سايد باند، ماشي، لو كانت لور سايد باند كانت دي اللي هتيجي هنا ودي اللي هتيجي هنا، ماشي. طيب فانا عارف ان دي دلوقتي اللي هتيجي هنا، ماشي. طب دي اصلا هتضرب في ايه؟ هتضرب في اي باور نيجاتيف جي فاي على 2، ماشي، ودي هتضرب في اي باور جي فاي على 2، لان دي اللي هيجيبها القيمه الكومبوننت البوزيتيف، دي اللي هيجيبها القيمه الكومبوننت النيجاتيف، ماشي. طيب يبقى معنى كده ان في الاخر المسج هتظهر لي كده، بس الجزء ده مضروب في اي باور جي نيجاتيف فاي، والجزء ده مضروب في اي باور جي فاي، ماشي. يبقى هتبقى الاجابه دي. خد بالك لو كانت اللور سايد باند هي اللي كانت ترانسميتد كانت هتبقى مختلفه بقى، لان دي كانت هي اللي هتيجي في الحاجه النيجاتيف، ماشي، واللي كانت هنا هي اللي هتيجي في البوزيتيف، فكانت هتبقى معكوسه. طيب اخر بقى حاجه، بيقول لك اف ام سيجنال ليها الكارير ده وليها فريكونسي ديفيجن ده وليها بيس باند ايه؟ باند ويدث ده. بيقول لك باص ثرو فريكونسي مالتبلاير. طيب ذا اوتبوت بقى في اف ام هيبقى مواصفاته ايه؟ تعالوا بقى نكتب من الاول كده هي كانت ايه اصلا. دلوقتي انا كان عندي كوزاين 2 باي اف سي تي زائد حاجه،
ماشي؟ يعني عندي الفريكونسي عباره عن اف سي زائد كي اف في ام اوف تي. طيب الفريكونسي دي هاخدها اللي هي اصلا كانت ايه؟ كانت 1 ميجا زائد دي الماكسيمم بتاعها هيبقى ايه؟ 0.1. كيلو هرتز، هو قال لك الماكسيمم بتاعها 0.1 كيلو هرتز. طيب وقال لك بعد كده الكلام ده هترديه على فريكونسي ملتبلاير ب 200، يعني الكلام ده الاف كلها هتضرب في 200. ماشي؟ يعني الكلام ده هيبقى 200 ميجا زائد 0.1 في 200 كيلو. طيب اذا انا دلوقتي بقى عندي الاف سي ب 200 ميجا والفريكونسي ديفيجن ب 20 كيلو. طيب يبقى بقى المواصفات ايه؟ يبقى انا مبدئيا دي كده مستبعده، ماشي، ودي كده مستبعده لان الاف دلتا اف مش ب 2. المشكله بقى دلوقتي عندي هي الباندويتس، اعرف الباندويتس منين؟ طيب فدلوقتي الباندويتس عندي ب 4 كيلو، ماشي، ده بتاع المسج اصلا. يبقى الباندويتس بقى بتاع الاف ام بكام؟ هيبقى 2 في دلتا اف زائد دبليو، ماشي. طيب انا عندي دي ب 4 ودي ب 20، يبقى 24 في 2 ب 48، يبقى الاجابه هي دي. طيب يعني اتمنى يعني الناس تكون استفادت اي حاجه من الفيديو، ولو في بقى حد عنده سؤال ممكن يبعته ان شاء الله. ماشي، شكرا يا جماعه.